Now, in the Syrian tradition, we also chant it in Judeo-Arabic. So this is the Judeo-Arabic of the Lahma Anya, as it would be chanted by Jews from Aleppo. مثل هذا حبس المساكين الذي أكل وباتنا بأرض مصر كل من جوان يجي ويأكل كل من متعز يجي ويعيد هل سيني هون سيني الجاية في بلد إسرائيل هل سيني هون عابد سيني الجاية في بلد إسرائيل بنين ما أتقين